السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم محمد أمين الهاشمي، واليوم إن شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو سبيسيال على ود واحد السيد سميتو وقيلا منتصر. بغاني ندير فيديو على كيفاش نانستاليو انسا وكيفاش نكراكيوه اونتر بارونتيز زعما ناكتيفيوه. المهم اللي ما كيعرف شنو هو انسا، فانسا هو هذا اللوجيسيال اللي كيدير لنا البري تريتمون. سافو دير انه كيدير الكرياسيون دي موديل دي زيليمون فيني ا بارتير دو سكون ابل دي موديل سي او. وفيه عاوتاني معاه واحد اللوجيسيال اخر سميتو ميتا اللي كيدير البوست بروسيسين، مي الكالكول كيدار دي زوطر لوجيسيال. المهم بلا ما ندخل في ديتاي خلينا غير مع انسا. دونك اول حاجه باش انستاليو لوجيسيال خصنا نتلاشارجوه بيان سور. دونك انا غادي نحط لكم دو ليان في الديسكريبسيون ان شاء الله. البرومي فيه لا فيرسيون 15.2.3.64 باش نفهموا بلي راه لوجيسيال تخدم غير في لونفيرونمون 64 بيت. دونك غادي خص يكون عندكم ويندوز 64 بيت بروميامون. دوزيامون اللي بغى يخدم بالفيرسيون اللي عندي انا اللي هي 15.2.3 واللي هي خفيفه وكتخدم في المينيموم ديال الكونفيغوراسيون يخدم بهاد اللوجيسيال هذا. دونك بهاد الفيرسيون اونتر بارونتيز 15.2.3. سينون الا كان عندك ان اورديناتور اللي هو تري بويسون تقد تيليشارجي لا فيرسيون نيميرو 19.0.1 حتى هي 64 بيت. تيليشارجيوها من هاد اللين وغادي نخليهم بجوج في لا ديسكريبسيون. دونك انا ديجا تيليشارجيت نيميرو 15.2.3 وغادي نبداو في لانستالاسيون. دونك هذا هو الدوسي ديالنا. غادي نديرو اكستراير الفيشي كومبريسي. اون فوا غادي اكستراير غادي نبداو في لانستالاسيون ديريكتومون. كومسا دونك هذا هو MSI. غادي نكليكو في لابليكاسيون اكزيكوتابل و غنمشيو معاها جاكسبت لي ليسونس. غادي ياخد شوية الوقت راكم عارفين كيخصو ضروري يحط لونفيرونمون ديالو باش فين يخدم. ميرك راك غادي يكون شي حاجة اللي هي سهلة بزاف و غادي يكون بيزار حيت لون بلاسمون فين كيحطو الكراك ماشي بحال كاتيا وماشي بحال برو او ولا اي لوجيسيال اخر. هذا عنده بلاصه اخرى كتكون كاشي. دونك هادشي غادي يجيكم شويه بيزار مي غتبعوا معايا بشويه وغادي تعرفوا بلي راه فريمون فريمون سهل. دونك نتسناو هادشي سالي. اون فوا غادي سالي نرجعو ان شاء الله. بعد ما سالا الانستالاسيون كنديرو فينيش وكنمشيو عند سوليد سكواد في كاين الكراك. هاد جوج ديال لي دوسيي غادي نشدوهم وغادي نكوبيوهم اكزاكتمون فين كاين لابليكاسيون. ملي غتقراو ريدمي فايل ما غتفهموش حيت كيقولكم في البروك ديال صافي ديال البروغرام في الديريكسيون ديالو، ولكن ما غتلقاوش تما في الديريكتور ديالو. دونك غادي نمشيو لعند السوفتوير هنا وغادي نقلبوا عليها فين تانستالات. هذه هي دروات وغنديروا اوبن فايل لوكيشن يطلع لنا هذا دروات وغنديروا عاوتاني اوبن فايل لوكيشن يخرج لنا هذا الدوسي. هذا غادي نرجعوا للور. شوف هنا اللور هما كاين هنا الدوسي غديروا بيست غوبلاسي لي فيشي طق هاو تكلاكا. نعاودوا من الاول باش تعقلوا مزيان. غنسدو هادشي. هذا هو الدوسي الكراك ديالنا. غادي نكوبيو لي دو دوسي نديرو كوبي. غادي نمشيو لعند موني ديماري نقلبو على لابليكاسيون فين كاينه هي هادي دروات اوفغيغ لون بلاسمون دو فيشي اوبن فايل لوكيشن كيطلع لنا هاد لي راكورسي. عاوتاني كنديرو لا ميم شوز دروات open file location او لا ouvrir l'emplacement du fichier كيطلع لنا هذا. كنرجعوا اون سول فوا لور تكليكو في هذه البلاصه هذه يعني البيتا سي او سيستم يعني الدوسي بارون
او كنديرو بيست اون بلاسي اي طرا. نتاكدوا بلي راه حنا كراكينا اللوجيسيال، نحاولوا نفتحوه طق يفوت عليكم هذا وديروا اوكي. دونك على سلامتكم راه انستالا كوم ايل فو. لا ميم شوز غتكون عند الفيرسيون 19.0.1 دونك ولا .2 ولا ما عرفت شنو، حيت كيكون عندهم نفس البرانسيب. دونك عقلوا مزيان، غادي تمشيو لعند اللوجيسيال لومبلاسمون ديالو، ترجعوا له اون سول فوا، تما غادي تكوبيو الكراك ديالكم وغادي تغومبلاسيون لي فيشي. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم بزاف، ما تبخلوش عليا بلايك سيلفو بلي، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم حيت كاين بزاف اللي كيبغيو يتعلموا هذا اللوجيسيال وما كيعرفوش كيفاش انستاليوه وما كيعرفوش حتى منين يتيليشارجيوه. دونك عافاكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو، كليكيو على جيم باش نعرف الا كان الفيديو فيكم فريمون عجبكم، كليكيو لي على داك الجيم بحال النوع ديال لي جيست انه جيم او لا بارطاج او لا دي كومونتير، ميم باش نعرف فين كاين لي فوت ديالي او نيفو دو لا فيديو باش لا بروشين فوا ما يكونش هاد لي فوت. و بيان سيو نعاونكم بزاف بزاف، ما عنديش المشكل انني ندير فيديو على حسابكم. المهم انا معكم في اي حاجه، ما تنسونيش غير من الدعم ديالكم، لايك شير سبسكرايب كومنت الا كانتكم شي دي كومونتير، وكنشكركم بزاف على هاد السؤال هذا، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.